برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس جلسته 15 من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بتصريح شمل ردود أصحاب السعادة الوزراء على الأسئلة النيابية والمشاريع بقوانين والاقتراحات برغبة. وقد تخللت جلسة مجلس النواب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة بخصوص ملف الصيد البحري وتعويضات صيادي الروبيان، وخطة الوزارة بشأن تنظيم طرق صيد الروبيان، وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون السمكي. وقرر المجلس إحالة التوصيات إلى الحكومة الموقرة. عقدت المناقشة العامة الخاصة بصيادي الروبيان، وأثناء المناقشة ما شاء الله يعني أصحاب السعادة النواب ما قصروا وعرضوا المشكلة من كل أبعادها، ومع عرض المناقشة عرضوا الحلول الممكنة. وكان الشيء الطيب والإيجابي في المناقشة تجاوب وزير سعادة وزير الأشغال المهندس عصام خلف، ما قصر يعني كان متعاون وكان إيجابي في طرحه، خصوصا بالتعاطي مع هذه الحلول. وإن شاء الله احنا متأملين خير إن شاء الله هذه المشكلة تنتهي عقب هذه المناقشة. تم رفع مجموعة من التوصيات العملية الممكن تحقيقها إلى الحكومة الموقرة، وننتظر إن شاء الله يتحلحل هذا الملف ويغلق بالكامل.